انت معاك قدره انك انت تدفع ادفع، ما تبقاش بخيل، خليك راجل فايس كده فاهم. عايزه 1,000,000 جنيه خدي ده، انت كده كده كله بيحلم فاهم، كله الحمد لله معاك 15 جنيه صح. المهر اللي ممكن تدفعه مع البنت اللي انت بتحبها كم يعني المبلغ؟ عادي لو انا بحبها وانا في مقدرتي ادفع اي حاجه عادي. يعني لو طلبوا مثلا 1,000,000 جنيه عادي يعني فعلا 1,000,000 جنيه؟ غني بقى تدفعش ليه؟ وانت ما هو بيحبها، ما انا لو بحبها ومعايا فلوس ادفع اللي هي عايزاه. الناس ما بترضاش تدفع بتقول كتير. لا ده بخل بخل خايف كده. المهر موجوده من مقامك برضو، المهر من مقامك، بص لها ان هي من مقامك. بس في ناس تقول لا ليه يعني، انا اجيب واحده احسن تغسل لي وتمسح لي ومش عارف ايه ومش مهمه اكلها واشربها يعني ادفع لها فلوس وبتاع، يعني ادفع لها ادفع لها فلوس كمان. لا 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 ما بتتحسبش كده. تحسب ازاي؟ لا صح ما بتتحسبش. الله قول لي انت بتحسب ازاي؟ اصلا انت خلاص انت بتحبها، انت تدفع، انت معاك قدره انك انت تدفع ادفع، ما تبقاش بخيل، خليك راجل فايس كده فاهم. عايزه 1,000,000 جنيه خدي ده، انت كده كده كله بيحلم فاهم، كله الحمد لله معاك 15 جنيه صح. 15 جنيه؟ اه ما هو جنيه؟ هو هنجمع 5 جنيه ونحط بنزين وهنخرب الدنيا عشان عيد المسيحيين. مسيحيين؟ هم طيبين. بس انا كلنا مسلمين. احنا كلنا واحد. كلنا واحد. ماشي شكرا. سلام عليكم.